تكفح نطلع هذا مو واحد. لا راح يصير تنمر الموضوع. خلاص يا جماعه هي حريه شخصيه بالنهايه. اكيد. والان صارت جاهزه ويانا صيدلانيه لينا يحيى لحتى نتحدث عن الاشياء الغلط اللي لها علاقه باللقاحات من خرافات واشاعات متعلقه باللقاح، وايضا راح نتحدث عن خطوره استخدام بعض الادويه مع اللقاحات. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد. مشتاقه للقعده. احنا مشتاقين لك كثير صراحه، كثير مش شوي. بعدين اليوم انا مو قادره، لازم اتغزل فيك واقول شو هالجمال. اوه ثانك يو. ضروري هديه مش مضيئه. شغل شنطه. اكيد. طيب لينا قبل ما نبلش بكل شيء وقبل ما نحكي يعني عن هذا الموضوع وعن هاي الاشاعات، شو قصه الواحد لما ياخذ الفاكسين بطل يحكي كلمتين على بعضهم صح؟ ولا كلمه صح الحمد لله، كل كلمات في غلط عم بيطلعوا. لا ما له دخل بالتأتأة وال هاي اشاعه من عندنا. هاي احنا قد ما بنفكر قد ما قاعدين نفكر بالفاكسين وش جاي يسوي لنا، قمنا تركيزنا صار يعمل فاكسين، صرنا ما نركز بكلام. طيب معناته قد ايه في اشاعات عم تسمعي فيها وشو اكثر الاشاعات اللي عم توصلك؟ تمام. هسه يمكن هي الاشاعات صارت كلش 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 هوايه. اوكي. وقامت تصير مثل جوك يعني، صارت على السوشيال ميديا ان الناس صارت تستمتع انه طلع اشاعه بعدين تطلع تنكرها، تقول كنا دا نسوي جوك او دا نضحك وياكم، او من اللي سوى لمبه انه تفتح على ايده وبعدين طلع نكر الفيديو قال انا بس للمزح. والموبايل كمان، لكن شوفي الموبايل معلق على الايد بالضبط. لكن اليوم لقاحي بنت دزتيها قالت لي رجاء جربيها لمبه. بس شوفي انه لما الناس هوايه تصدق مثل هيك شغلات تصير مشكله، انه انه ايش قد راح يعني تصير فكرتهم سيئة عن الفاكسين، وايش قد يعني راح يقاومون انه ياخذوه. اوكي. راح من افكار غلط ومن مجرد نكات ومن مجرد شيء مضحك يتحول الى كونسبت يعني فكرة خلاص ما اعتقد. لما تتحول الموضوع للادوية اوكي، واللي هو الاشياء اللي قامت ينصح بها بتناول الادوية غير الفيتامينز اللي حكينا عنها لما ظهر كوفيد، ايضا هم ظهرت ويا اللقاحات نصائح بادوية انه يتم تناولها، ومن ما راح نقول من برا الكادر الطبي، لكن احيانا يكون كادر الطبي غير مختص او ريليتد بالموضوع. نعم. للاسف احنا بالصيدليات يتكرر علينا هذا الشيء كلش هوايه، يجون الناس يطلبون ادويه لانهم ما يروحون ياخذون اللقاح فقبلها يتناولون ادويه، خافضات الحراره، المسكنات، مميعات الدم. اوكي. ودا توصلنا كيسات من العراق للاسف انه دا يتم تناول الأبر المميعة للدم في غير محلها. أوكي. وبناء على نصائح ويتم تناولها عن بعد عن المستشفى وبدون ما نعرف شنو الأمراض اللي عند الشخص. فهاي من أكثر الأشياء همنا اللي أنا حابة أحكي بيها عن الأدوية، لأنه دا نشوف مظهرها ولوين دا توصل. طيب قبل ما ننتقل للأدوية لينا، أريد أعرف منك أغرب إشاعة سمعتيها عن اللقاحات. اغرب اشاعه مدى لحق صدق مدى لحق بس الي انا بالنسبه الي يمكن ناس تشوف هذا الشيء صار كومون، بس الي انا كلش استغرب انه لما مثلا يصير موضوع تناول الحبوب او سوري الابر، ننصح بابر مميعات انه هاي علاج لكورونا من اول قحه، من اول عطسه، من اول ما يبين بوزيتيف بدون ما يصير عنده تجلطات، هاي بالنسبه الي تكون اغرب شيء، لانه دنا نتجه الى فد حل قاتل للشخص يعني، دا مرر بسيوله الدم ونزيفه. فليش شنو مصدر الاشاعه وليش شلون وصلنا لمرحله ان ناخذ اوبر مميع يعني؟ هاي اقوى من زومبي، يقولون احنا راح نتحول زومبي. اها اوكي. احنا واصلين هالمرحله. احنا وصلنا. لا هي بقول لك راح نعيش سنتين بعدين خلص راح نموت. وهاي بالنسبه لل اغرب اشاعه هم انا مثلا تحول الدي ان اي والشفره الوراثيه. اي تغير الدي ان اي من الدكتوره البيطري. نعم. انتشر بالسوشيال ميديا فيديوهاته دا ينصح الناس ما يتناولون الفاكسين لانه يغير الشفره الوراثيه، وهذا الكلام ماكو. احنا اليوم تكوننا وصرنا انسان كامل عنده الدي ان اي مالته، طلعت صفاتنا، طلعت علينا كل شكلنا صار كامل لانه الدي ان اي اكتملنا يعني. هسه احنا نرجع من اول الدي ان اي مالتنا ويتغير ونرجع ايش راح نصير. بالاضافه انه توضيح يعني، خلينا انا اذا بدي اسير ايش خلوني اسير بس موافقه. انت عشت يعني صراحه لينا كثير شغلات يمكن نسمعها، كثير امور قاعدين عم نسمعها، لكن خلينا نرجع شوي لجديه الموضوع، انه
جد انه في كثير ناس مثل ما حكيتي بياخذوا الابر ومميعات والادويه قبل ما يصير اي شيء، قبل ما يعرفوا اي شيء، قبل ما يتواصلوا مع الطبيب، قبل ما يسالوا عن الحاله. صحيح. وللاسف ان صارت حالات الوفاه من وراء هاي الامور وانحطت على الكورونا. صحيح. يعني بعد ما هم كانوا عم بخبصوا بياخذوا ادويه. أيوة. كثير لا، وبعديها حكوا انه هو مات كورونا او هو. صحيح. توفى كورونا. طب لا، ما هو يا جماعه بدنا ننتبه يعني. صح. صحيح. ولا لا؟ صحيح. فاني صراحه اليوم كلام موجه للناس بشكل عام، موجه للناس اللي تتناول هالادويه، اللي تسمع هالنصائح من السوشيال ميديا او من غيرها، واللي ورسالتي للصيادله من خلال صرفهم لهالادويه، لانه بالاخير الواحد اخر شيء راح يلجا للصيدليه. صح. ياخذهم يشتريهم. 100%. فاعول على دور الصيدلي انه يتاكد ان هذا الشيء ينصرف بمحله او لا. حلو. طب لينا سؤال بس قبل ما ننتقل يقولون انه احنا لما ناخذ اللقاح هواي من عندنا يعني تصير وياهم بعض الاعراض، هذا شيء طبيعي. لازم ما ناخذ نوع من انواع المسكن اللي يحتوي كانه على البروفين او ما اعرف يحتوي على شنو بالضبط؟ نعم. هسه هو هذا اللي انا داريد احكي به، انه اولا خافضات الحراره والمسكنات. حلو. ما راح خلص ننتقل خلينا نشوف شنو دور حتى اقدر اجاوبش على سؤالك. يلا. طب لينا بطريقك لهناك. اي تفضلي. انا جيبي لنا كاسه مي. لا بمزح. طريقك لهناك بدي اسالك بس قدمي شوي عشان ما تطلع من كادر. أيوة. الكاميرا. تمام. بس السؤال اللي بدي اسالك اياه انه هل احنا في امكانيه بيوم من الايام نرجع او مش نرجع انه نتطور مثل دول الغرب ويصير حتى المسكن ينصرف بروشته الطبيب ولا لا؟ اوكي. انا بالنسبه لي شويه عندي تحفظ على هاي النظريه، لانه انا شهدت انه بالدول الغربيه اوكي الاكثر تشددا بصرف الادويه تنصرف هاي المسكنات من الباراستول كباراستامول كماده علميه. نعم. من غير بنادول او اي شيء تنصرف هناك بالسوبر ماركت، بعيدا عن اصلا دور الصيدلي انه يتاكد انه لا، هدول الدول بنضمهم معنا انه بالضبط. لما نتقدم فالموضوع هي فالموضوع هي مشكله عالميه. نعم نعم. ظهرت فيديوهات انه يتحدثون بها عرب عن هيك نصائح، ظهرت انه رسائل واتساب عن دكتور ما معروف بالواتساب، لكن بالمقابل هوايه ظهروا من اشخاص جنسيات غربيه يدعون انهم اطباء وينصحون بمثل هالامور. نعم. فاحنا نريد نصحح نظريه الناس، حتى لما تسمع يعني مثلا شخص اجنبي انه هو دا يقول ممكن يكون غير مختص، لانه الاشاعات صارت عندهم وعندنا. حلو. منتحلين الشخصيه عندهم وعندنا. يلا معناته. تمام. بالنسبه للباراستول او الايبوبروفين سالتيني عنه وهج، هسه هو ايش يصير؟ الفكره الغلط انه دا يتم نصح الناس انه ياخذون مثلا حبتين باراستول صح او ايبوبروفين قبل ما يروحون ياخذون جرعه الفاكسين. هذا الشيء غلط. ديتم نصحهم انه اول ما ما يخالف ملحوقه الجرعه الثانيه. الجرعه الثانيه سويتها. الجرعه الثانيه اللحق. هسه نقول ليش الفكره انه ايضا الغلط انه ديتم نصحهم بتناولها مثلا اول ما يرجعون بعد ما يتناولوها دايركت جرعه اللقاح، راسا يبدون ياخذون سويتها بالاولى هاي وخافضات الحراره. اوف. عندنا يعني عندنا مثال حي ومباشر. لا بس انا كنت اتالم يعني كان من الالم الموضوع. اوكي هسه احنا راح نحكي شو وقت يكون صح وشو وقت غلط. يلا. صح لما احنا نشوف انه درجه الحراره ارتفعت صار الم. اوكي الالام غير محتمله، ما اقدر اني اتحملها، اذا قدرت اتحملها فاتوكي، اذا كانت الام خفيفه واني اقدر اتحمل 24 ساعه هذا الشيء يحسب للشخص. اوكي كفائده للفاكسين. لكن اذا الالم كان محمول ماكو داعي ناخذ المسكن. اذا الحراره ما ارتفعت عن 38.5 اثناء النهار، نقول احنا دائما ننصحهم اثناء ما احنا قاعدين وامورنا تمام، الدواء جوا ايدينا، المحرار موجود، احنا نقدر دائما نقيس الحراره. طبعا ايضا تقاس مو بالايد، تقاس بالمحرار. ميزان. لان ميزان الحراره هو ضروري، لانه هو اللي يبين انه عليه حراره او لا. تمام. بعض الناس او كل شهر من الناس يجونا يقولون انهم عندهم حراره، لما نقيس لهم ما عندهم حراره. ليش؟ لانه هوايه ناس تعتقد انه مجرد انه هي يحس ان الدنيا شوب محتر. اوكي حرارة صعدت يقول انه اني مسخن. السخونة مو هيك، السخونة هو أن الشخص يبدي يرتعش من البرد، لكن نفس الوقت راسه جدا حار. وهم أنا ما أكون متأكدة إلا لما أقيس بميزان الحرارة. طبعا. لأن الإيد اللي أنا دا أقيس لبيها ممكن تكون اليوم باردة
ورا شويه دافيه ورا شوية تختلف عن درجه حراره راسه، فانا راح احسها هسه بارده لان انا تختلف درجه حراره بين ايدي وبين راسه. اذا هذا الشيء احنا نبتعد عن القياس بالايد. هلا بيقولوا لك منقيس بالفم، هذا همنا غلط. هذا همنا غلط. يعني درجة حرارة فمي همنا ممكن تكون مختلفة، نفس الفكرة. اوكي. عم يجيبوا محرار وخلصونا الله يخليكم. ونقيس بالمحرار، اوكي، والمحرار همنا يختلف يعني كله يمشي وكله صح. أكيد. ويختلف رينج سعره فهو متناول الجميع. تمام؟ ولما نتأكد ان الحرارة صعدت اثناء النهار مثلا عن 38.5 نتحمل. ال 37.5 هي الطبيعي. نتحمل لما تصعد 38، نتحمل لما تصعد 38.5، يلا نبدي ناخذ منخفضات الحراره من باراستول او ايبوبروفين. تمام. لما يجي ينام الشخص، احنا هاي كنصيحه من يعني احنا ننصحها للناس، انه لما يجي ينام الشخص كبيبي كهاي، هذا صار طبعا حتى بلقاحات الاطفال. الكلام يشمل كل اللقاحات. لما يجي دينام انا اخاف عليه لترتفع الحراره، واني مدى اقدر اقيس له اياه وهو نايم، اخاف ترتفع الحراره ما سيطر عليها، خلي قبل ما ينام ما يخالف ياخذ حتى اتاكد انه ما راح ترتفع زايد عن اللزوم اثناء النوم، لكن اثناء النهار انا اقدر اوصل 38.5 واني مطمن انه دي يقدر يشتغل، لانه جهاز المناعه حتى يشتغل حتى يكون الاجسام المضاده حتى تتعرف الخلايا مالته على الماده اللي دخلت لي باللقاح وتبدي يستنفر قوته، اوكي، راح تبدي ترتفع الحراره كشيء جدا طبيعي لعمل جهاز المناعه. فالدراسات هسه انه دا تشوفنا انه اذا اخذنا قبل ما نبدي ناخذ الفاكسين، ناخذ المسكنات، او ناخذها راسا قبل ما ترتفع الحراره وما ننطي مجال الحراره ترتفع، فممكن دا تاثر شويه على فعاليه اللقاح. تمام. ما راح تشيلها تماما، لكن راح يعني ممكن. السؤال لينا، ليش احنا يعني انا لاحظت مرتين بالجرعتين اللي اخذتها من اللقاح الالام كانت تشتد علي بالليل لما اكون نايمه؟ اوكي، هسه بطبيعه الحال اي نوع من الالم، اي نوع من الامراض، احنا متعودين انه بالليل تشتد، لانه الجسم يكون بحاله ريلاكس، ما نعطي كل الباور مالته انه يقاوم هذا الالم ويقاوم هذا الالم، فهو بحاله دا يستسلم للاشياء اللي دا تظهر له. شكو صار بيومك من شد عضلي، من ستريس، من هاي كله يطلع بالليل، فهو هذا الشيء الطبيعي. بس احنا مع ذلك قلنا بالليل احنا ناخذ هاي الاشياء حتى نحمي نفسنا، اخاف يكون برا الكنترول، ما نقدر نسيطر ننقص حرارتنا بالليل. بالنسبه للاسبرين، الاسبرين حتى لما كنا بمراكز التطعيم اسمع الناس امشي واسمع الناس يحكون عن الاسبرين انه لازم ناخذ اسبرين هسه اول ما نرجع. صح، لانه احنا بدنا ناخذ تطعيم. موضوع ارتبط باسترازينيكا، بعدين صار ويا فايزر، بعدين صار ويا الكل. اوكي، موضوع الاسبرين رح نرجع نقول تناوله مو عشوائي. نعم، فاد بحالات من الناس اللي انصابت اوريدي بكوفيد، اوكي، لكن احنا الناس اللي اليوم عندها مدى تميز ما بين الاصابه الحقيقيه بكوفيد وما بين المطعوم. هما مو نفس الشيء، انت من تاخذ مطعوم انت مو دا تنصاب، مو دا تنصاب بالمرض. فاد الاسبرين بعلاج بعض الحالات بعد ما شفناهم فحصناهم وعرفنا انهم بحاجه لاسبرين، فدخل الاسبرين لانه هو دواء، اذا هو يعالج. بس لما الواحد يحتاجه فعالج ناس حماهم من انه يدخلون العنايه المشدده لما كانوا مصابين بكوفيد. هسه لما اجي اخذ المطعوم هذا موضوع مختلف تماما عن موضوع الاصابه. مو معنى اشتغل ويا الناس المصابه معناه راح يشتغل ويا اللي ماخذين مطعوم. اوكي، تناوله دي يصير بطريقه عشوائيه جدا. دا نشوف اكو ناس دي تكون هي اصلا تاخذ مميعات للدم دا ياخذوه. دا نشوف اكو ناس هذا الشيء غلط. دا نشوف اكو ناس عندها قرحه يعني سواء بجزء من الامعاء او بالمعده ودا يتناولون الاسبرين ودا يسبب هذا الشيء بحالات نزيف. ارجع اقول اي دواء ما ينأخذ الا لما اعرف ايش وقت ما اخذه قبل ما اعرف ايش وقت لازم اخذه. حلو. اوكي، هذا اهم شيء. اذا المختص اللي قدامي لما نصحني بالدواء، لما قال لي اسبرين، اذا هو ما تذكر يسالني ايش عندي امراض انا احكي له. شغله الاخرى، ماكو قرحه انه اقول اني هي راحت وتعالجت. حتى لما كانت مثلا في مده قديمه، اوكي، الشيء راح يصير انه راح يلئم مكان القرحه. القرحه هي عباره مثل جرح بالجهاز الهضمي، راح يلئم مكانها، اوكي، فراح يصير مثل الجرح اللي عليه شايفين من ورا الجرح يشفى هيك ينشف.
يصير اكو فتشي متجمع عليه صح؟ لما اني اخذ ماده مثل الاسبرين راح تفتح لي اياها ويرجع ينزف. هذا هو كل اللي بده يصير وده نشوفه احنا. فارجع اكد انه ما ينأخذ الا لما اتاكد انه ما عنده قرح، ما دا ياخذ مميعات ثانيه وممكن تتعارض وياه وتزيد من حالات النزيف، وما ينأخذ الا لما يكون صدق الشخص بحاجته. موضوعه ابدا ما مرتبط بالمطعوم، مو كل شخص اخذ مطعوم راح ياخذ اسبرين، لانه ما له اي علاقه الاسبرين بالمطعوم، ولا راح يحمي من التجلطات اللي دا تذكر. تمام. هو يشتغل على بارت يشتغل على جزء معين بالدم، ما له اي علاقه بالتجلطات اللي دا تذكر اللي هي جدا نادره الحدوث. اصلا هو ما له علاقه بيها، يعني صح هي ايش قد نادره هو اصلا ما له علاقه. ما له علاقه. تمام. تمام. الشغله الاخرى اللي حكيت عليها واللي كلش مستفزه هي الابر المميعه للدم. لما تجي حاله اوكي مصابه بكورونا وعندها اعراض هسه مبلشه وجدا خفيفه، ما بين سعله كلش خفيفه، ما بين حراره ارتفعت ل 38 وصارت طبيعيه بعدها، ما بين شويه رشح واختفى وتعب، بس اعراض جدا طبيعيه اوكي لاي لو انفلونزا. صحيح. لما نسمع انه هي راحت تم نصحها بتناول، بغض النظر من النصحها، تم نصحها بتناول ابر مميع للدم. لا ما سويتها. اوكي. تمام؟ هاي ما سويتها. لا والله انا عم بتطلع عليها. وايش حبابه؟ وايش حبابه تكوني مثل واحد؟ لا اكو وعي بعد، اكو وعي اكو امل. كوني مثل واحد. عملت شغله قبل شفتي اليوم عرفنا عنها وما حكتها، ظلت ما قالت لنا. قلت لكم من الالم. اي لا اذا من الالم اوكي حقك. الحبتين اللي قبل هدول. لا وحده. تمام. بعدين تحت الهواء. لما مثل هاي الحاله تجي بعدين يتحول السعال مالتها من سعال عادي الى صار عندها استفراغ ودم دم قوي ويا الاستفراغ. مثل هاي الحاله لما انت تجين تساليها وتطلع هي ماخذه ابر مميعه وترجع لي الشخص اللي نصحها فيقول هذا امر طبيعي، النزيف اللي يصير وياك والاستفراغ اللي يصير، شنو معنى هذا الكلام؟ تدرون هاي الحاله ماكو هي تفسيرها، يعني هو اللي كان صاير وياها دا يصير وياها نزيف داخلي وانه عندها قرحه وانفجرت القرحه وصار بالمصطلح العامي مثل ما دا يقول انه صار عندها نزيف داخلي والطبيب ومصر انه يقول لها طبيعي، الشخص اللي انطاه اياه ما راح نقول هو شنو هو. صحيح. زين. لذلك اذا كنا احنا ما كلش على ثقه بمن هو اللي دا يقول لنا، من دا يوجه لنا نصيحه، فعلى الاقل خلينا احنا نتوعى انه ندير بالنا على صحتنا، نعرف كل دواء ايش وقت لازم اني اخذه. ابر مميعه هي جدا ضروريه عند الاصابه بكورونا، عند بعض الاشخاص اللي يصلون بمرحله شديده جدا من الاصابه والاعراض جدا قويه اللي توصل الى تجلطات، فيتم اعطائهم ابر مميعه للدم داخل المستشفى حتى يراقبون وياخذون فحوصات دم يشوفون هل اثرت على سيوله او هل صار عندهم نزيف او غيره. اذا هاي ما يتم صرفها او اعطائها الا تحت فد عنايه جدا مشدده وتركيز عالي. نعم. تحت ايد المختصين. تمام. يعطيهم العافيه. زين. هاي شغله بعيدا عن الادويه، الشيء اللي انتشر عن حكينا بيها عن جذب المعادن. اوكي. انه الانسان يتحول الى مغناطيس. احنا شفنا اكو فيديوهات بعدين وضحوا انه لا، هاي الظاهره طبعا لزق اكيد راح يلزق. ماخذ مطعم راح اللي يصير بهذا الموضوع انه بس اريد اوضح انه هي الماده اللي يتكون منها المطعم ما تحتوي على اي مواد ممغنطه ولا معادن غير الالمنيوم اللي هو ما له اي علاقه، ما له اي خاصيه مغناطيسيه. تمام. اوكي. ما تحتوي حتى على الحديد اللي ممكن بيوم من الايام يتحول. وكميه اللي ناخذها هي اقل، كميه اللقاح كامل هي اقل من مليلتر. كل اللقاح اللي احنا دنا هيك لابس بيها هي اقل من مليلتر. تمام. هذا المليلتر لو كان مليان من المواد الممغنطه ما راح ينطيني خاصيه مغناطيسيه، حتى لو كان هو كله عباره عن مواد ممغنطه. تمام. فريد بس اصحح الشيء اللي صاير، اما انه الناس اللي شافت انه يصير عندها فهو بسبب التعرق، بسبب الزيوت اللي الطبيعيه اللي موجوده على بشرتنا انه يلزق بها الشيء ويوقع. واذا راح نشوف انه بعد شويه لما نجرب
ما راح يصير هذا الشيء، وممكن هو يصير باي مكان بالبشره مو بس بمكان اللي تم تناول مطعوم به. صحيح. تمام تمام. طبعا شكرا لك لينا، وشكرا على يعني المعلومات المهمه اللي اخذناها اليوم منك، ويا ريت الناس كلها عن جد تسمعنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، يعني انا هذا بتامل يعني أنا بس حدا حضرنا يكون واعي للامور اللي احنا قاعدين عم نحكيها اليوم. يا رب. انا بس الشغله اللي جدا استغربها واللي كلش يعني اريد اقولها للكل، اتمنى ان الكل يفكر بيها، انه ليش لما يكون اكو مجموعه مختصين وكلهم دي يحكون كلام صح، ومراكز موثوقه من مركز السيطره على الامراض ومن منظمه الصحه العالميه ومن غيرها من الدكاتره المختصين، ومن يطلعون يحكون، او من صيدلي مثلا مختص هو بالدواء وغيره، نعم، لما واحد يطلع يحكي ويكون هو مختص بالموضوع، ليش يتم يعني تجاهل كل هاي المعلومات، وبعدين لما يطلع شخص غير مختص، لما يطلع شخص منتحل للشخصية، لما يطلع شخص بإشاعة، لما يطلع شخص بكذبة، يتم تصديقه ويعني مشاهدته بكثافة وانتشاره الواسع. ليش دائما الميل للشيء الغلط عن الشيء الصح؟ أكيد لينا مثل ما ذكرت دائما للأسف أنه الإشاعات تأخذ حيز أكبر، لأنه هي تجي بطريقة أو تدخل لنا بمدخل نفسي اللي يكون يأثر علينا نفسيا، فهي تقدر أن تتمكن من عدنا. وإن شاء الله أكيد الصحة والسلام للجميع، والمطعوم أول وآخر هو الحل الوحيد. صحيح. شكرا لك لينا. شكرا لك لينا.